Yo, you know, some people don't believe in Arabic rap. That's why I'm doing this mixtape, to show you what I have, to show you what I got. The maestro from Outlaw. Yo, لو اسلوبي ما يرضيك لا ادائي سليك ما عجبك البيت فرقنا الله يخليك. الناس يسمعوني لكن يقولوا ما يحبوني براد براد في الفيسبوك حدهم يضحكوني ما يفتح لهم بال مدون ما يسبوني ما عارف هذا حسد والله صدق انهم يكرهوني يطلعون كلام عشان بس يضروني ما عارفهم بهالشي انه لا يمكن يهزوني ما اعطي اسم اكد لان اكيد بيفهموني من دون ما يدرون انهم قاعدين يشهروني من بدل ما يضروني قاعدين بس يعلموني ناس مملين قاعدين يمللوني يفتكر خلاص انه من زمان دفنوني ويحسب انه صدق يضايقوني ويدمروني لكن بالعكس هالناس حدهم يعجبوني يعلموني الصبر باسلوبهم يسلوني يوم كل وقت نفس الكلام يقول يبي نزل راسي يبي يخلي مخي مشغول ومشكلته اني كشفي على طول يبي يلفت النظر لكن بابي مكفول كل يوم كل وقت نفس الكلام يقول يبي نزل راسي يبي يخلي مخي مشغول ومشكلته اني كشفي على طول يبي يلفت النظر لكن بابي مكفول كل يوم ينطلي واحد يبي يغني يقول شلون اسجل وشلون اغني عجبني السادس والخامس والرابع والثالث والثاني عجبني الراب وقال لي ممكن متعيدها من ثاني خذيت البيت وسويت الصيط وميت وبيت وسويت عجيب مع انه كان خربيط كان يفكرني اني راح اكون عبيد لكن رويت ابو حميد وسويت رهيب ديب 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 انا واحد ديب اعطيك اللي تبي اذا شوي تكون جريب ايش داون از وات اي كيم فروم اغلب برودكشن اكيد علي بان ما اتكلم على واحد جديد كش دبان هتكلم على هيستوري هتكلم عن فنان كوز وي ار باك ان ذا جيم مستحيل اتلاقي منا احنا اثنين يوم كل وقت نفس الكلام يقول يبي نزل راسي يبي يخلي مخي مشغول ومشكلته اني كشفة على طول يبي يلفت النظر لكن بابي مكفول كل يوم كل وقت نفس الكلام يقول يبي نزل راسي يبي يخلي مخي مشغول ومشكلته اني كشفة على طول يبي يلفت النظر لكن بابي مكفول